السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفونا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا موقع اديله 11 يوم السحب فيه مجانا، موقع انجري. الموقع بيعطينا 10 روبل هدية للشراء عند التسجيل. طريقة تسجيل في الموقع بنيجي هنا نحط الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد ونهل الكباتشا ونعمل انشاء حساب. كده بقى لنا حساب في الموقع. الموقع الاحصائية بتاعته هوريها لكم اهو. دي المستثمرين هنا تحتيات المشروع، وده الدفعات، مجموع اللاعبين 2678، والموقع دي له 11 يوم زي ما انتم شايفين. اللي عايز يعرف حاجة عن الموقع من هنا، بعد ما تسجل في الموقع تحط الحساب بتاعك، هتيجي تخش على الموقع، بتيجي من هنا وبتعمل ترخيص، بتحط الايميل والباسورد وتحل كباتشا. نعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. اول ما نخش على الموقع هنلاقي، هنيجي من هنا هنلاقي عندنا الطائر ده هدية قيمته 10 روبل، واللي حابب ان هو يزود ارباحه في الموقع في مجموعة طيور هنا ممكن يشتري ويزود ارباحه في الموقع. هنا رصيد الشراء وهنا رصيد السحب، ترجم باللغة العربية. عندك هنا مكتبك، هنا الاعدادات، تخش على الاعدادات. من هنا بتحط كود من 4 حروف، لما تيجي تسحب هيطلبوا منك لازم تكون حافظه، وبتنزل تحت تشوف رقم المحفظة اللي انت شغال عليها وبتحطه وبتعمل حفظ. كده يبقى انت جاهز للسحب في الموقع او الايداع. بعد الطيور هتيجي من هنا بتجمع ارباحك من هنا، ده معدل ربحك كل ساعة. هنا شراء الطيور، وقلنا من هنا المستودع، المهام مدفوعة، في هنا مهام يومية، اترك لقطة شاشة، نصف هي منتدى، في هنا مهام، هنا بيطلق اطلق يعني صور الشاشة لو انت سحبت من الموقع وحطلها لهم على في مجموعة او شوف الحاجات هنا لو تذكروا تقدروا تعملوها اعملوها. نقرات في تصفح الانترنت، اعمل 100 نقرة مكافأة 10 روبل. الاعلانات نقرات في تصفح الاعلانات مكافأة 1 فرنك. جلب 50 احالة 50 فرنك. مكافأة الاشتراك في مجموعتنا الفيكي 1 فرنك. على فكرة الفي كي دوت يعني اي حد بيشتغل في الربح المفروض يعمل حساب فيه، عشان بيطلبوا في حاجات زي كده. يعني انت هتسجل في مجموعة الفي كي هتاخد 1 روبل. جذب 5 احالات الى المشروع مكافأة 5 فرنك. كلها حاجات سهلة واي حد ممكن يعملها. وفي هنا مكافأة يومية تحصل عليها، حصلت عليها كل 24 ساعة تجيبها من هنا. وبعد كده في مسابقات، وفي ضغط على الاعلانات هنا، والاعلانات قيمتها كويسة 4 سنت على الاعلان، الاعلان مدته 40 ثانية. وبعد الاعلانات اضافة موقع لو انت عندك موقع عايز تضيفه، وفي هنا رابط الاحالة بتاعك، الاحالة مستويات، مستوى 0، مستوى 1، مستوى 2. وبعد كده هتلاقي ان الاحلال بتاعتك ظاهرة لو انت عندك احلال مواد ترويجية. ده
بس هي دي كل حاجة في الموقع. طبعا احنا قلنا هنا المكتب بتاعك اللي انت عليه والاعدادات والاحالة والخروج، وهنا كل البيانات بتاعتك عن السحب. تيجي السحب تخش من هنا هتلاقي البنك بتاعك اهو، تدوس عليه كده تحط هنا قيمة المبلغ وهنا الكود السري اللي قلنا عليه، بتعمل طلب سحب، السحب يوصلك على طول. والسحب من 1 روبل اهو، والموقع مفتوح السحب. وهنا طبعا لو انت هتوضع في الموقع بتيجي اعلى ما يصل اليه من هنا، بتحدد المبلغ وتعمل ذهاب للبنك وتحط المبلغ اللي انت هتودعه. وبكده يكون انتهينا من الشرح. واسف صار سبولت عليك اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.